أشاد وزير الشباب والرياضة الفلسطيني جبريل رجوب الذي يقوم بزيارة إلى المملكة، أشاد بالدعم الكبير الذي تلقاه وحظي به القضية الفلسطينية على الدوام، وذلك من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. جاء ذلك خلال لقاء خاص أجراه مركز الأخبار مع الرجوب، والذي بيّن حجم تلك المساعدات التي تقدمها البحرين للشعب الفلسطيني من خلال تلك المشاريع التي تتبناها المؤسسة الخيرية الملكية البحرينية كإنشاء المدارس والمستشفيات داخل الضفة الغربية وفي قطاع غزة. قلما يمر الشهر بدون أن يكون هناك وفد من البحرين محملا بالحنان وبالرعاية وبالمساعدات، وهناك مشاريع في الضفة وفي غزة وفي القدس في كل المجالات الاجتماعية الثقافية الأدبية والتعليمية على الأراضي الفلسطينية الخيرية الملكية. قامت بعدة مبادرات وأقامت العديد من المشاريع في فلسطين كما قلت في الضفة الغربية وفي غزة وفي القدس، وهذا يعني شيء عظيم، ويعني الكل يدرك بأنه أحد أهم توفير أسباب الصمود عند الشعب الفلسطيني هذا العمق العربي اللي كل الدول العربية تساهم فيه.